عقد نادي البحرين للحدائق مؤتمرا صحفيا بالتنسيق مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي للإعلان عن استعدادات نادي البحرين للحدائق لإقامة معرض خاص بالمسابقة السنوية للزهور والخضروات خلال الفترة من 3 إلى 6 من مارس 2024. وخلال المؤتمر الصحفي أعلنت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي تغيير دورية إقامة معرض البحرين الدولي للحدائق الذي يقام برعاية كريمة من لدن جلالة الملك المعظم وبدعم من سمو قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي ليصبح كل سنتين، حيث سيقام المعرض المقبل في عام 2025. من جهتها أعربت المهندسة زهرة عبد الملك رئيسة نادي البحرين للحدائق عن خالص شكرها وتقديرها لجلالة الملك المعظم الرئيس الفخري لنادي البحرين للحدائق واهتمام قرينة جلالته ودعمها الكريم لأعمال وأنشطة النادي، كما أعربت عن شكرها للدعم الكبير الذي تقدمه المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لإنجاح المسابقة السنوية للزهور والخضروات. أعلنا عن موعد إقامة المسابقة السنوية للزهور والخضروات اللي يقيمها نادي البحرين للحدائق، إن شاء الله بتكون في بداية شهر مارس القادم. أما بالنسبة لمعرض البحرين الدولي للحدائق فتغيرت دوريته، وإن شاء الله المعرض القادم بيكون في سنة 2025. فبالنسبة لمعرض الخاص بنادي البحرين للحدائق بيكون في المسابقات السنوية المعتادة الموجهة للطلبة والهواة ومحبين الحدائق والزراعة. تم الإعلان عن الفئات المختلفة وكيفية المشاركة وتوقيت المشاركة، فمن المهم للمحبين والمهتمين أنهم يزورون الموقع الإلكتروني الخاص بنادي البحرين للحدائق على أساس أن هم يحصلون المعلومات الخاصة بالمسابقة اللي هم مهتمين بالمشاركة فيها. من الحين بدأنا في كل المسابقات اللي تخص النادي، في مسابقات دائمة وثابتة مثل الحدائق المنزلية، التصوير الفوتوغرافي، المدارس حدائقهم، الزهور والخضروات، هاي مسابقة والتجارب هاي ثابتة، بس الأشياء المستجدة اللي هي مسابقات الطلبة ومسابقات فئة الكبار في التنسيقات. طبعا شعار المعرض بيكون التراث البحريني، وهذا طبعا احنا طبقناه في المسابقات خصوصا التركيز على أمنا النخلة، حيث أنها تعتبر شجرة اللي تمثل البحرين.